سلمى، رح نحكي عن موضوع كتير مهم. قديش الصعوبات اليوم والعوائق بتخلي عنا أو بتولد حالة من القلق والتوتر، فكيف إذا كنا عم نمر بهي الظروف الصعبة؟ فبصير هيدا التوتر والقلق مضاعف، وخصوصا عند الشباب اليوم لأنه هن أكثر الناس معنيين بالمستقبل. صحيح نور، وهي الصعوبات للأسف كتير ناس بتغفل عن أنه تكمل هذا السؤال اللي بمخها، أنه أنا شو بدي ساوي، بس ما بتفكر كيف فيني استثمر هذا الوضع، او شو الشيء الايجابي اللي ممكن ادور عنه، شو لازم يكون هدفي. كثير اسئله لازم تكون جزئين، ما تكون جزء واحد اللي هو دائما الجزء المجهول او المستقبل المجهول اللي بيكون قدام كثير. ويمكن بهذا الوقت اللي نحن فيه صارت لسه الامور اصعب، والتفكير دائما فيه قلق اكثر عند الشباب يمكن بالذات المقبلين. لهيك اليوم رح نحكي شويه نصائح ليست بعيدة عن الواقع، لا بصلب الواقع، كيف فيني لاقي شيء إيجابي ضمن أي أزمة أنا موجودة فيها، حتى ضمن هاي الأسئلة اللي بتخطر ببالنا. هاي الأسئلة اللي رح يجيبنا عليها ضيفنا بالاستوديو الأستاذ سليمان سلوم، اختصاصي بعلم النفس التربوي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح سوريا الجميل والإيجابي طبعا. إن شاء الله يا رب. خلينا بالبداية دكتور نحكي معك عن القلق من المستقبل. هذا قلق حالة عامة عند الكل، كيف فينا نتعامل معه وخصوصا بالظروف اللي عم نعيشها؟ يعني قبل يمكن كانت الحياة أسهل، اليوم مع مرور الوقت مع ظروف الأزمة والحرب والحياة المعيشية والاقتصادية ما فيني جمل الأمور وقول الموضوع سهل. إجمالا لا، صعب كتير مع الناس اللي استنزفت طاقتها اليوم. هلا فينا نعرف نحن القلق بالنسبة للمستقبل هو عبارة عن تصورات يبنيها الإنسان أو الفرد عن شيء لم يحدث بعد. صحيح. فنحن عندما نكبر نعظم أو هذه التصورات أو نكبرها شو كثير، فبصير عندنا نبني عليها مخاوف، هل أقوم بهذا الفعل أو العمل فأفشل، أم دائما هو بيعطي الطاقة السلبية بالنسبة للمخاوف. هو مخاوف وليست خوف القلق بالنسبة للمستقبل. نحن بالنسبة للظروف مرتبطة كتير شغلات بالقلق، وخصوصا بالظروف لما نعيشها نحن بمجتمعنا بجيل الشباب اللي إن كانوا طلاب جامعة أو إن كانوا بشريحة العمل، إنه ماذا ينتظرنا في الغد. هلا اذا بدنا نحكي ماذا ينتظرنا في الغد وان نضعه في طاقه سلبيه لهذا الغد القادم، فنكون وضعنا كثير من الاعاقات لتفكيرنا، زودنا المعوقات الموجوده اصلا. فهلا نحن نبدا من انطلق من كل شخص ينطلق من ذاته، من تمكن من علمه، من مهاراته، من اي شيء حسب الاتجاه المهني او العلمي او الدراسي ينطلق منه باتجاه التمكن، وغدا ويعيش يومي اليوم، يعيش اليوم ويدع الغد ياتي بما يحمله من شيء جميل. طبعا ينتظر الشيء الجميل قبل ما ينتظر الشيء القبيح. دائما الانسان عنده حل، قدره على حل المشكلات، يعني ليش انسان عنده عقل ويفكر وعنده خبرات تراكمية. يوم أمس كان هو لاكتساب الخبرة، اليوم عم نكتسب عم نضاعف هذه الخبرات لكي نحل مشاكل الغد. فلماذا ندخل في مجموعة من المخاوف أو متاهات القلق؟ هلا يتبع حالة القلق عند الأفراد حسب بنية الشخصية لألون أو بنية الأسرة، أو في عوامل شخصية، في عوامل اجتماعية، في عوامل اقتصادية، في عوامل حتى صحية، يعني بتؤثر في درجات هذه المخاوف أو هذا القلق. طيب أستاذ سليمان، كمان خلينا ناخذ فكرة كتير مهمة بهذا الوقت. حضرتك حكيت أنه القلق ممكن يكون جزء له علاقة بشخصية الإنسان، جزء له علاقة بالمحيط، لكن اليوم في نوع من أنواع القلق اللي هو المنتج اللي أنا بيخليني أفكر لا أشتغل، وفي قلق سلبي. هلا القلق بشكل عام حسب درجات القلق، هو درجات. إذا كان في قلق منتج إيجابي هو تحفيزي كي يضاعف النجاح. أنا مثلا أريد أن مثلا بالنسبة للطلبة أن مثلا الخوف من الامتحان، هذا يساعد أنا بخاف من الامتحان مثلا أرسب بالمواد أو شيء، فهذا يساعد أنه لازم أنا أدرس أكثر
حصل اكثر مشان تطلع نتيجتي ايجابيه، فهو بياخذ الطابع الايجابي. اما اذا انا بدي خاف من الامتحان درجات درجه متقدمه من المخاوف، فهذا بيخليني انه حتى على امتحان ما اروح قدم الامتحان، فبيبلش الفشل هون. فهون بتساعد عوامل الاسره، عوامل حتى خبراتنا التراكميه، تجاربنا الشخصيه، من تجاربنا اغلب تجاربنا هي عباره عن فشل ونجاح. هل استفدنا من عوامل الفشل كي نقوم بالنجاح الآخر بتجربة تانية تكون ناجحة أم لا؟ هون نستفيد من القلق. القلق ليس سلبي بشكل كامل، ما إنما إذا بالغنا فيه يصبح سلبي ويصبح له يعني نتائج سلبية، إن كانت حتى صحية يؤثر على صحة الإنسان النفسية وحتى الجسدية. طيب هذا الحكي كل اللي عم يتابعنا اليوم بيقول حكي كتير حلو وكتير جميل، بس أنا كيف فيني طبقه على أرض الواقع؟ خلينا نحكي عن بعض القواعد الصحية النفسية خصوصا للشباب. يعني أنا إذا ببلش بهي القواعد مبدئيا فيني أنا أمشي على الطريق الصحيح، ما وصل لمرحلة القلق والتوتر والخوف من بكرة. هلأ بعلم النفس عنا أو بالصحة النفسية أو كل المراجع أو كل شو اسمه بيقولوا كل إنسان هو معالج نفسي حسب باستفادته من طاقاته. كل إنسان عنده طاقات كاملة هائلة، إن كان عقلية أو إن كان جسدية أو إن كان مجتمعية، إذا استغليناها أو استغل هذا الشخص لصالح ماذا نريد أن نحقق في المستقبل، فيعالج نفسه ويضع عندما نضع الخطط نتمكن نمكن نفسنا من أي شيء نريد أن نقوم به معرفيا مهاريا، ننطلق بالتنظيم الصح لأي عمل نريد أن نقوم به في الغد طبعا أو في اليوم أو في بعد ساعة، بالتنظيم الوقت، تنظيم الفكر، ننسى ماذا، هل ننجح أم نفشل، وأن نقوم وما علينا سوى أن نقوم بهذا العمل نحقق. هل إذا فشلنا نستفيد من هذا الفشل في التجربة اللاحقة؟ إذا لم نفشل نكون حققنا نجاح وإنجاز على الصعيد الشخصي ويحقق لنا من نوع من الراحة. غدا دائما ونرفع شعار غدا هو أفضل من اليوم أكيد. نعم. كمان اليوم أستاذ سليمان كثير أوقات بنسأل نفسنا الشباب كيف فينا نعطيهم بعض الأساليب والخطوات لحتى يكون تفكيرهم بالمستقبل تفكير إيجابي، يدعم شوي أفكارهم ما يروحوا نحو الأحباط قبل ما يبلشوا بأي شيء. يمكن حضرتك قلت تنظيم الوقت، اختيار الأهداف ممكن يعتبروا من أحد هاي الوسائل، شو الوسائل الأخرى؟ مثل ما قلنا تمكن من المعارف المهارات. هلا ما فينا نقول حتى بكل المهن او بكل حتى بمهنه الاعلام، مهنه التدريس، مهنه، اذا كان انسان واحد ما لم يتمكن بعمله فهو فاشل، فهو يخاف ان يذهب الى هذا العمل فينكفئ ينسحب الى وين، بيرجع بيقعد ببيته انه انا اذا رحت رح افشل رح يحكوا علي او ياخذ طاقات سلبيه. يعني لا، ان اقوم بهذا العمل، نفذ، نفشل اول مره ان يكرر، يستفيد من حالات الفشل، لا يحط على لأنه مرتبط القلق المستقبل دائما نعول عليه بالفشل يؤدي إلى تشاؤم، يؤدي إلى انكفاء، يؤدي إلى توتر، يؤدي هذه كلها عوامل تؤدي إلى ضعف في التركيز الإنسان للقيام بهذا العمل. مش هذول بيتجمعوا هذه العوامل، هذه بتؤدي إلى زيادة جرأة أو نسبة ترويج هذه المخاوف وهذا القلق. ندخل في حالة من الانسحابية أو الانكفاء أو النوع من الكبت أو نوع من عدم الحيلة على الإنسان، بما أنه عنده هذا العقل ما يشغل هذا التفكير أو هذا العقل أو هذه المهارات التي اكتسبناها من تجاربنا السابقة أو من دراستنا أو من معارفنا أو من خبراتنا المهنية، فمنوظفها لصالح الغد. ليس في شيء، لا يوجد في شيء مستحيل بقانون الإيجابية، مو علم النفس الإيجابي، بقانون الإيجابية أو العمل، هو لا يوجد في شيء مستحيل عندما يوظف الإنسان طاقته بشكل منظم ومتمكن. أكيد. بالختام بدنا نشكرك الدكتور سليمان سلوم على وجودك معنا، شكرا كثير. شكرا لك، وإن شاء الله غدا أفضل إن شاء الله يا رب. شكرا لك. ونصيحة للشباب ولأن كلياتنا
دائما يقول في عنوان هو كتاب يعني دع القلق وابدا الحياه، ما في داعي للقلق يعني اكيد نعيش حياتنا اليوميه بشكل بده يصير ايجابي بده يصير. شكرا لك، يعطيك العافيه.